مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدرستي. معكم أنا الأنسة بترا وأنا معلمتكم للغة العربية. أنا معي أدوات زراعية، ثلاث أدوات زراعية نحن شايفينه من قبل. عنا شو اسمه؟ رفش. رفش وشو لونه؟ أزرق. عندي منكاش. منكاش شو لونه؟ أسود. وفي عنا بقلبه برتقالي، لون البرتقالي. عنا شوكة. هيدي الشوكة بنستعملها للزراعة. شتناكل؟ شوكة زراعية ولونها شو لونها أصدقائي؟ أصفر. صح. ولأنه نحن بنستعمل هالأدوات الزراعية للزراعة ومنه نزرع الفواكه، نحن أو أنا جايبة معي فاكهتين، تفاح ولونه أخضر، وجايبة موزة ولونها أصفر مثل لون الشوكة. وهيك نحن منكون رجعنا شفنا الأدوات الزراعية. هلأ بدأ منكم تبقوا مركزين معي، تحضروا دفتركم وقلمكم، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. تعيشوا مدرستي، أحملها دوما في قلبي، أحبك معلم الغالي، أحب أيضا معلمتي، أرى أهلي دنياي ووطني جميعا أراهم بمدرستي. مدرستي أحبها أحبها، أحب اللعب في ملاعبها، أحب رفاقي ورفيقاتي ودرس مختلف اللغات، أرى النجاح في حياتي أراه من خلال مدرستي. تعيش تعيش مدرستي. طلبت منكم تحضروا دفتركم وقلمكم، لأنه بحصتنا اليوم رح نعمل مراجعة أكيد لحرف. لكن حابة قبل ما نعمل مراجعة لحيا لحرف نقرأ قصة من كتاب قصص مدرستي. نحن آخر قصة قريناها عن ضفدع ضادو، لكن اليوم عندي قصة جديدة. عن مين قولكن نحن منا نحكي وعن مين منا نتعرف؟ أنا كمان رح أتعرف معكن على الذبابة الطنانة. الذبابة، من إلا أوقات برغشة، تبرم 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 بتطنطن كتير الذبابة. وبتقول قصتنا: عاد منذر متعبا بعد نهار طويل. اسم الصبي منذر، ورجع بعد نهار كتير كتير طويل متعب، يعني كتير تعبان. استحم ولبس لباس النوم. استحم يعني تحمم. وش لبس؟ لبس ثياب النوم لأنه قرر بده ينام. حاول منذر جاهدا أن ينام. حاول كتير كتير بقوة منذر أنه ينام لأنه نهاره كان كتير طويل ومتعب، لكن الذبابة الطنانة لم تدعه يغفو. حاول ينام، يبرم على هالميلة وينام على هالميلة، ينام على ظهره، ما قدر يخفى لأنه الذبابة كانت عم بتطنطن وتبرم تبرم تبرم حوالى دينته. راح يفكر في وسيلة ليتخلص منها. لما قرر بده يخفى
وما كان عم يقدر يخفى وينام من ورا الذبابة الطنانة، صار يفكر يفكر منذر كيف بيقدر يتخلص منها، كيف يقدر ينام ويرتاح وما يكون في حدا عم بيطنطن على راسه. أنا كتير حبيتها للقصة أصدقائي، لكن هلأ بدي أطلب منكم ترجعوا تسمعوها مرة تانية، تركزوا مظبوط على منذر وعلى الذبابة، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية بأسئلة حول القصة. عاد منذر متعبا بعد نهار طويل، استحم ولبس لباس النوم، حاول منذر جاهدا أن ينام، لكن الذبابة الطنانة لم تدعه يغفو. راح يفكر في وسيلة ليتخلص منها. ركزتوا على القصة؟ شفتوا الذبابة ومنذر شو صار فيهم؟ خلينا نشوف من أسئلتنا لأسئلة حول النص شو صار بالقصة مرة تانية، وهيك منتأكد أنه فهمناها للقصة. أول سؤال بيقول: كيف عاد منذر؟ منذر قلنا أنه هو كان نهاره كتير طويل لأنه كان عم بيشتغل يعمل، ولما خلص نهاره وصل على البيت، وكان منذر هل كان كتير فرحان كتير محمس؟ كلا، كان متعب لأنه نهاره كان كتير طويل. إذن رح أكتب متعب. تاني سؤال: ماذا فعل قبل النوم؟ لما وصل على البيت ونهاره كان طويل وهو كان كتير متعب، قرر يأكل؟ كلا، قرر الاستحمام، قرر أنه يستحم ويلبس ثياب النوم. إذن استحم ولبس لباس النوم لأنه قرر ينام، ولما فات على أوضته بده يرتاح منذر. ما الذي أعاق نومه؟ شو اللي ما خلاه ينام؟ هل كان الضوء؟ كلا، إنها الذبابة الطنانة. خلينا نكتب الذبابة طنانة. هيدي الذبابة كانت كتير كتير مزعجة، ما عم بتخلي لمنذر ينام. وصار منذر يفكر يفكر كيف ممكن يتخلص منها ويقدر ينام. وسؤال الأخير لإلكن هو: اقترح وسيلة لكي يتخلص منذر من الذبابة. بعد منكم تقترحوا وسيلة كرمال منذر يتخلص من الذبابة. يعني فيكن أنتوا ترجعوا أصدقائي تفكروا لما تكونوا نايمين أنتوا وذبابة تزعجكن، شو بتعملوا؟ أنا مثلا بفتح الشباك، ولما أفتح الشباك بخليها تفل وتهرب. أوقات ضوي الضوء، لما ضوي الضوء هي تغرب تتخبى وبتهرب. وفيها أيضا شو ممكن نعمل؟ أنا عندي فكرة تالتة أيضا. أنتوا فكروا أصدقائي
شو بتعملوا كرمال تتخلصوا من الذبابة؟ أنا ما بحب أقتلها للذبابة، في كتير ناس بيقتلوها للذبابة. أنا بفضل إنه قبل ما أخفى أوضع دواء هيك صغير حتى تختي بقرب السرير، ولما تشم الذبابة الريحة تخرب تبعد وبطل تقترب مني. وهيك نحنا منكون طرحنا حلول، ما منكون أذيناها للذبابة. وهلأ أصدقائي خلصت نحنا فقرتنا حاليا، بدي منكون ضلكن مركزين معي وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. ذرة. مذياع. جذع. ذهب. بدي رحب فيكن عن جديد أصدقائي بآخر فقرة من حصتنا لليوم. بدنا نعمل مراجعة لحرف، وعندي صور إلكن. هالصور بتدل على الكلمات، وهالكلمات فيها الحرف اللي نحنا بدنا نعمل له مراجعة، اللي هو حرف الذال. ذال. كيف منكتب حرف الذال؟ خلينا نشوف سوا على اللوح. ذال ينكتب مثل حرف الدال، لكن بده نقطة. إذا شلنا النقطة بصير دال، لما نوضع النقطة بصير ذال. منقله ذه مش زه، ذه. بدنا نقدم لساننا على سناننا، ذه ذ مع الأصوات القصيرة. ذال مع فتحة، ذ. ذال مع ضمة، ذو. وذال مع كسرة، ذي. إذا قلت زي بصير حرف الزاي، لازم أقول ذي لما نلفظ. ما بدي أبدا تنسوا هالشيء أصدقائي. مع الأصوات الطويلة، ذال مع ألف، هيدي دا. مع نقطة بتصير ذا. ذال مع واو، ذو. وذال مع ياء، ذي. رح أرجع عيدهم. ذا، ذو، ذي. الأصوات القصيرة، ذا، ذو، ذي. الأصوات طويلة. وهلأ بدنا ننتقل على تمريننا، ورح نبدأ مع أول صورة. عنا دراجة هوائية، عنا صبي، والصبي تيحمي حاله في حال وقع، شو منسميها اللي حاطط على راسه؟ خوذة. 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 حرف الذال رح استعمل اللون الزهري وارسم دائرة حوله. ذال. عنا شكل الذال حرف منفرد، رح نكتب الشكل تحت الأصوات القصيرة. لو شفناه مع الأصوات تحت الأصوات الطويلة عفوا، ولو شفناه مع الأصوات القصيرة، لكن أنا حبيت أرسمه باللون الزهري هيك نتأكد إنه هيدا الشكل اللي نحنا شفناه بالكلمات. الصورة الثانية، عنا صبي حامل شوكة وملعقة، وهو كتير فرحان
لأنه أكل أكل وكان كتير لذيذ. لذيذ. بكلمة لذيذ عنا ذال وذال، نينيتن متصلين من جهة واحدة. في عنا خط نقطة للذال لأنه متصل من جهة واحدة. في آخر الكلمة مثل في وسط الكلمة، لأنه حرف الذال أصدقائي ما بيعطي إيده للحرف اللي بعده، دايماً للحرف اللي قبله. ورح نتأكد بكل الكلمات أنه حرف الذال ما بيعطي أبداً أبداً إيده للحرف اللي بعده. صورة الثالثة، هيدا حيوان جديد واسمه ذئب. ذئب، حرف الذال في أول الكلمة وهو حرف منفرد لأنه ما عطى إيده للحرف اللي بعده، ولأنه في أول الكلمة إذا هو نكتبه حرف منفرد مثله مثل غير أحرف. عنا هون صندوق، وهالصندوق فيه عقد، لكن فيه أيضا ذهب. ذهب، يعني مجوهرات فينا نقول أيضا. ذهب، حرف الذال في أول الكلمة مثل كلمة ذئب، إذا حرف منفرد. عندي هون لونه أزرق، شو اسمه؟ نحن نوضعه بأقدامنا، شو اسمه؟ حذاء. حذاء، حرف الذال في وسط الكلمة، عاطي إيده للحرف اللي قبله، ما بيعطي إيده للحرف اللي بعده، وإذا مثل كلمة لذيذ. عنا شكل اللي هو حرف الذال هون مادة إيد واحدة، يعني متصل من جهة واحدة. عنا هالحيوان بيركض بالساقية وكتير كتير سريع وصغير، واسمه جرذ. جرذ، حرف الذال في آخر الكلمة، حرف منفرد ما عطى إيده للي قبله ولا اللي بعده. عنا بالصورة التالية فينا نقول شرفة. هو شو اسمهم؟ فينا نقول هون شباك، لكن هيدول فينا نقلهم نافذة. نافذة، تاء مربوطة لأنه نافذة هي مؤنث، وتاء المربوطة هي علامة تأنيث. والذال ما عطى إيده للتاء بيعطي، لأنه ما بيعطي أبداً إيده للحرف اللي بعده، إنما فقط للحرف اللي قبله. إذن حرف الذال هو متصل من جهة واحدة مثل كلمة لذيذ. حذاء. وآخر صورة عنا إياها هي نسمع فيها، وشو اسمها؟ كلنا عنا اثنين منا، اسمها أذن. أذن، بكلمة أذن حرف الذال في وسط الكلمة، إنما الألف ما عطى إيده وما بيعطي إيده للحرف اللي بعده، وحرف الذال لأنه ما بيعطي إيده للحرف اللي بعده لهيك حرف النون كان منفرد. إذا حرف الذال لو في وسط الكلمة نكتبه حرف منفرد مثل ذئب، ذهب، جرذ. وهيك نحنا بنكون إذا شفنا شكلي حرف الذال. ذال حرف منفرد ما بيتصل بولا حرف،
ودايما تذكروا رح أوضع علامة أو إشارة إنه أبداً أبداً حرف الذال ما بيعطي إيد للحرف اللي بعده، فقط للحرف اللي قبله بمدله إيده. وهلأ عندي لكم جملة، وين بدنا نكتب هالجملة يا أصدقائي؟ خلينا نقسم لوح، جملة للقراءة، وكمان نتعلم القراءة من هج الأحرف ومنشوف أشكال حرف الذال بالكلمات. جملة بتقول ذئ بو سامي، ذئ بو سامي، كبير، و ذيله طويل، ذئب سامي كبير وذيله طويل. وعنده صفة زيادة إنه هو ذكي، وهو ذكي. رح أرجع أقراها، ذئب ذئب سامي، صوتين طويلين مع حرف السين وحرف الميم، سامي، كبير يعني ذئب سامي كتير كبير. وذيله نحن بنقول دنب، الذيل تبعه مثل بالذئب هيدا ذيل تبعه. وذيله طويل، مش طويل، طويل. وهو ذكي، هو كتير ذكي. وهو ذكي، أنا عم شد على حرف الياء، لازم أوضع شدة. أنا ما حبيت أكتبها لأن حبيت فسركن إياها وقلكن ذكي لأنه عم شد على حرف الياء. وبآخر كل جملة نحنا ننهي بنقطة، هيك منقول إنه نحنا انتهت جملتنا. وهيك بتكون وهيك منكون أصدقائي نحنا اليوم شفنا حرف الذال وشفناه مع كتير كلمات، وعرفنا إنه ما بيتصل بالحرف اللي بعده فقط بالحرف اللي قبله. وشفنا أيضا منذر شو عمل مع الذبابة، واقترحنا كتير حلول كرمال ما نقتل الذبابة قبل ما ننام أو وقت النام. وهلأ صار وقت أني ودعكن، بدي لكم إلى اللقاء، وأنا بلاقيكن بحصة جديدة بحلقة جديدة من برنامجكن المفضل مدرستي. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، في أنفي أشتم الزهرة، في لساني أتذوق تمرة، وفي عيني كم أبصر طيرة، وبأذني كم أسمع غنوة، وبيدي ألمس هرة. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. Hello my friends. How are you today؟ كيفكن أصدقاء اليوم؟ هل أنتوا جاهزين؟ اليوم بدنا نعمل مراجعة. We're gonna do a revision. بدنا نعمل مراجعة على الأشياء اللي أخذناها قبل. The antonyms and the synonyms. تتذكروا الفرق بيناتهم؟ Antonyms هن الأضداد. Synonyms هو إذا قلت this is the synonym، هيدا المرادف. يعني إذا كان عندي كلمتين بيكون معناتهم نفس الشيء. أما الأضداد فإذا عندي كلمتين بيكون معناتهم ضد بعض.
بتتذكرون أخذناهم من قبل؟ شربوا تتذكرون؟ هلأ منتوقف تنسمع لأغنية ومن بعدها بدنا نعمل المراجعة مع بعض. بشوفكن. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. وهلا أصدقائي قولوا لي شو تذكرتوا؟ فكرتوا بالأنتونيمز والسينونيمز اللي أخذناهم قبل؟ تذكرتوا شي منهم؟ أنا عندي إياهم على الورق. Open your eyes well and look at the papers. طلعوا بأول صورة عندي up down. up يعني فوق، down تحت. up down. Is this an antonym or a synonym؟ هل هودي أضداد أو مرادفات؟ up down عم تعطي نفس المعنى أو معنى معاكس؟ عم تعطي معنى الضد، فإذا this is an antonym. up down. This is an antonym. أما هلأ فعندي small, little. small صغير، little كمان بدل على حجم صغير. small, little عم يعطوا نفس المعنى، فإذا antonym or synonym. It's synonym، منو ضد، فإذا this is a synonym. هلأ عندي same alike. same alike يعني مماثل، نفس الشيء. طلعوا بهيدا الشو. these are my shoes. مثل بعض؟ عندي أول فردة وتاني فردة، هل هن مثل بعض؟ yes they are alike or they are the same. هن نفس الشيء، فإذا this is antonym or synonym. synonym بحطهم مع synonyms. عندي هلأ start stop. start يعني ببلش يبدأ، stop بيوقف، عم يعطوا معنى ضد بعضهم، فإذا بحطهم مع antonyms. start stop. عندي هلأ glad يعني فرحانة أو فرحان. عندي happy كمان نفس المعنى. شو بحطهم مع الانتونيمز أو synonyms؟ synonyms عم يعطوا نفس المعنى glad happy. هلأ عندي sick يعني مريض أو مريضة، وعندي ill كمان يعني مريض أو مريضة، فإذا antonym أو synonym بحطهم مع synonyms نفس المعنى sick and ill. عندي mad angry يعني غاضب أو معصب، عنده نفس المعنى mad or angry، فإذا بحطهم مع synonyms نفس المعنى. عندي late. late شو يعني late؟ متأخر. early باكرا يعني مبكر، ضد بعض بحطهم مع synonyms or antonyms. بنحطهم مع antonyms late ضد أو عكسه early. بيرجع عندي begin. begin يعني يبدأ. عندي and ينهي. begin and في يقول أنا begin the race يعني يبلش بالسباق، يبدأ السباق. and the race يعني بينهي السباق بخلصه.
بحطهم مع الـ antonyms or synonyms. شو عم يعطوا نفس المعنى؟ يبدأ وينهي. عم يعطوا معنى ضد، فإذا بحطهم مع الـ antonyms. هلأ عندي good، good جيد، bad سيء، good and bad. هل عندهم نفس المعنى؟ good and bad عندهم معنى ضد، فإذا مع الـ antonyms. عندي smile frown. smile يعني بيبتسم، frown بيعبس، هيك مثل معنى عبسة. عم يعطوا نفس المعنى؟ عم يعطوا المعنى الضد، حطهم مع الـ antonyms. بنتقل للي بعدها. عندي big large. big large نفس المعنى، بيدلوا على شيء كبير، بحطهم مع السينونيمز. وعندي هون hard and easy. hard يعني صعب، easy سهل، فإذا hard easy عم يعطوا ضد بعض، ما عم يعطوا نفس المعنى، بحطهم مع الانتونيمز. تعالوا نشوف على السريع شو صار عندنا the antonyms. عندي up and down. عندي stop start and stop. late early. begin and good bad. smile frown. hard easy. شو رأيكم هلأ نعمل مسابقة فيهم على السريع؟ بدي أنا أقول كلمة وبدكم تعطوني الضد تبعها. جاهزين؟ حضروا حالكم منيح، أنا رح أرجع أعطيكم الجواب بس بدي إياكم تفكروا. أول كلمة معنا up. up ضد ببلش the letter D. د دا down. up down برجع بعيد up شو ضده؟ down. up down. منجرب تاني كلمة. عندي start يعني يبلش أو يبدأ، شو ضده؟ stop. start يبدأ ضده stop. فإذا مين بده يقول لي شو ضد start؟ stop. very good. إذا قلت هلأ late يعني متأخر، شو ضده؟ early. شو بقول؟ late ضده early. شو يعني early بالعربي؟ يعني باكرا. بنتقل للي بعدها. عم تعرفون؟ أنا مبسوطة من يلي عم بيشاركوا معنا. هلأ عندي begin مثل begin the race يبدأ السباق، شو ضده؟ and begin and. بتشوفوا أوقات لما كنا عم نحضر بنشوف the end يعني النهاية، and ينهي، begin يبدأ. هلأ عندي واحدة سهلة كتير لازم تعرفوها. good شو ضده؟ bad. good bad. بيرجع عندي smile ابتسم. smile شو ضده؟ fr frown. smile frown يعني يقطب حاجبه، بيعبس هيك، اما smile يعني بيبتسم. واخر شيء عندي hard شو ضده؟ لما اقول هيدا الاكزام سهل كتير، يعني هيدا الامتحان كتير سهل، شو بقول؟ this exam is easy. أما إذا بدي أقول كتير صعب بقول it's hard. easy hard. شفتوا شو هينين؟ أما synonyms فبديكم تقولون كلنا مع بعض، رح ساعدكم أنا فيهم. عندي small يعني صغير، little small little، عدول من وراي small little. same مماثل، a alike. same alike.
وبيرجع عندي. glad مبسوط، glad شو تاني كلمة؟ what's the synonym؟ happy يعني فرحان، فإذا glad happy فرحان. عندي هلا sick مريض، sick شو المرادف تبعها؟ هين كتير إيه؟ ill. ill كمان في يقولها إذا عم قول عن حدا مريض، he's ill يعني هو مريض، أو she's ill هي مريضة. هلا عندي mad يعني معصب، mad شو السينونيم تبعها؟ angry. angry يعني mad معصب. ولما أقول big كبير شو تاني كلمة؟ لا large. large كمان يعني كبير، بتدل على الحجم الكبير. هلا أصدقائي بدي أنا وياكم نجرب نعمل جمل مع بعض، وبقلب الجمل بدنا نستخدم the antonyms and the synonyms. طلعوا شوفوا شو عندي على اللوح. بأول صورة عندي باب مفتوح وعندي باب مسكر. open close open close. إذا بدي أعمل جملة بدي أقول أنا عم بطلب منك تفتح الباب، شو بقول لك؟ open the door open the door. شو ضده؟ close the door open the door close the door. رح اكتبها أول جملة، اكتبون معي. open the door وشو الضد تبعها؟ قول close the door. انتقل على تاني صورة، عندي كوب ماء، قول cup it's a cup. full يعني مليان، شو الضد تبعها؟ empty فاضية. فإذا هيدي antonym وهي antonym كمان، full مليان، empty فاضية أو فارغة. فإذا بدي أقول the cup يعني الكوب الماء مليان، قول the cup is full هو مليان. وإذا بدي أقول الضد تبعها بقول the cup is empty. فإذا the cup is full والضد تبعها the cup is empty يعني فاضي. هلا عندي start، شو عندي معها؟ begin. start يعني يبدأ، begin كمان يعني يبدأ. how the antonyms or synonyms؟ these are synonyms يعني عم يعطوا نفس المعنى. إذا قلت أنا رح بلش بالسباق أو سوف أبدأ السباق، قول أنا رح بلش بالمستقبل، شو بستخدم؟ will. I will start أو I will begin the race السباق. إذا قلت I will start the race يعني رح بلش السباق، رح أبدأ بالسباق. I will begin the race كمان نفس المعنى، لأنهم they are synonyms. شوفوا شو رح أكتب. number 3 I will start أو begin the race نفس المعنى. إذا قلت I will start the race I will begin the race. طلعوا بهيدي الجملة شو عندي فيها؟ I مين اللي رح يعمل السباق؟ أنا. حطيت مين اللي رح يعمل الفعل؟ أنا. وين الفعل؟ will start رح بلش the race. عطيتكن معنى؟ تتذكروا نحن قلنا قبل انه كل ما بدنا نعمل جملة لازم يتعطي معنى صحيح، وشو لازم كمان؟ يكون فيها verb، يكون فيها فعل. طلعوا بأول جملة، عندي open the door، جملة كتير صغيرة. open the door يعني افتح الباب، عم تعطي شي معنى؟ عم قول انا افتح الباب، عطيت معنى كامل وتام. بعد في شرط لتكون جملة صح، فيها شي verb؟ فيها فعل؟ أكيد فيها open افتح.
فإذا فيها فعل وعطت معنى تام، بالزيادة فيها تكون جملة لحالها عم تعطي معنى، جملة تامة. Open the door. خلينا هلأ ننتقل لرابع صورة. عنا leap و jump. How do they are synonyms؟ عم يعطوا المرادف leap jump. قول أنا he likes to leap. هو بيحب إنه ينط، أو he likes to jump، بيحب إنه ينط. خلينا نكتبها آخر جملة مع بعض. هو بيحب، أخذنا يحب يعني likes. ليه حطيت أنا S هون؟ لأن مع he she و it بالpresent شو بحط للverb؟ S. He likes to jump إنه ينط، أو he likes to leap. ما تغير المعنى، أو jump أو leap. بآخر صورتين شو عندي أنا؟ عندي quiet silent، هادي. quiet silent they are synonyms. وعندي هونيك بآخر صورة cold بارد hot ساخن. cold hot عم يعطوا نفس المعنى، عم يعطوا ضد. فإذا they are antonyms. ما تنسون أصدقائي synonyms and antonyms. هلأ بنتوقف لأغنية وأنا برجع لكم بالفقرة الأخيرة. Big nose, small nose, large, little. وهلا أصدقائي على السريع بدنا نعمل عمود مع بعض. أنا معي هون بلوكس، بدي حط كل وحدة فوق التانية، بدي حطهم مع بعض حتى أعمل عمود، بس بشرط بدي عد وقول the ordinal numbers. يعني إذا حطيت أنا أول بلوك شو لونه؟ قول the first. the ordinal numbers. the first is brown، لونه بني. the second is blue. the third is green. the fourth is gray. شو في بعد الفورث؟ the fifth is red. the sixth يعني السادسة، وقعت مني رح تغير لون. عندي the sixth is شو هيدا اللون؟ زهري pink. فإذا first brown، second is blue، third is green، fourth is gray، fifth is red، sixth is pink، seventh is yellow. عندي the eighth is black، and the ninth is white. طلعوا صار عندي عمود فيه مختلف الألوان: brown، blue، green، gray، red، pink، yellow، black and white. خلينا نقوله مع بعض. الأول the first is brown، the second is blue، the third is green، the fourth is gray، the fifth is red. شو في بعد الفيفث؟ the sixth is pink، the seventh is yellow، the eighth is black، and the ninth is white. جربوا تعملون لحالكم إذا عندكم أو بلوكس أو فيكن أنتوا تعملوا من ورق تلونون، حطوهم فوق بعض، عملوا عمود وصيروا عدوهم مع بعض first، second، third، fourth لتوصلوا لل 20th، لأنه نحن صرنا أخدين لل 20th.
دربوا عليهم منيح وجربوا تتذكروا لحالكم the antonyms and the synonyms يلي عملنا لهم مراجعة اليوم، وجربوا تعملوا عنهم جمل مثل ما عملنا مع بعض. تذكروا لازم يكون عندكم verb بقلب الجملة فعل، وبدها تكون الجملة بتعطي معنى تام. أنا هلأ بدي أودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. Sing a rainbow, sing a rainbow too. Come and sing with me. Red, yellow, pink and green, purple, orange, blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow too. مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدا حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدا المادة. وكمان مرة جديدة بدي أذكركم تكونوا عم تنتبهوا وتركزوا كتير منيح على كل شي عم نتعلمه، لأنه كتير مهم ومفيد لألنا. وما تنسوا تكتبوهم بخط حلو واضح على دفتركم حتى ترجعوا لهم دايما وتتذكرون كتير منيح ويترسخوا بأذهانكم. بالبداية رح أترككم تستمعوا لأغنية حلوة كتير، ومن بعدها بنبدأ سوا بدرسنا لليوم. Subtracted from 5, how much is left? If 2 is subtracted from 5, how much is left? From 2, count till you reach 5. 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. Minus 2 equals 3. Taking one number away from another, this is called subtraction. Taking one number away from another, this is called subtraction. مثل ما اتفقنا رح نبدأ بدرسنا لليوم. اليوم رح نكمل ونحكي عن يلي تعلمناه بالحصة السابقة، يلي هو expanded form. يلي هو الشكل الأكبر أو الموسع تبع الرقم. وقلنا أنه تنعمل الـ expanded form نحن بحاجة كأنه نكسره للرقم بالنص ونكبره لحتى يبين عنا الـ expanded form. رح يكون في عنا تمارين على اللوح، ورح نبدأ سوا أنا وياكم بأول تمرين. انتبهوا كتير منيح معي، لأنه هلأ رح اكتب السؤال على اللوح ومنرجع منفسره سوا ومنحله. سؤال بيقول Expanded form of each of the following numbers. يعني اكتب
الرقم الشكل الموسع the expanded form of each of يعني لكل من the following numbers يعني الأرقام التالية 11 26 35 42 57 and 69 في عندي عدة أرقام اللي شفناهن هلأ هون سوا لازم نكتب the expanded form الشكل الموسع لكل رقم فيهم وأكيد فيهم هون يساعدونا ويقولولنا by grouping by 10 يعني لما نعمل مجموعات من 10 10s بنقدر نعرف شو هو الـ expanded form رح استخدم واحدة من الطرق يلي نحن تعلمناها سوا يلي هي بحط خط هون هيدي الجهة بيكونوا 10s وهيدي الجهة بيكونوا 1s 10s 1s إذا عندي 110 نحن بنعرف إنه الـ 110 هي 10 و 11 يعني هي 1 الـ expanded form بيكون 10 plus 1 10 plus 1 بيعطيني 11 اتفقنا؟ ننتقل على الرقم الثاني كمان 26 لازم حط خط بيناتهم هون الـ 10s وهون الـ 1s عندي 2 10s 2 10s يعني 20 بجيب الـ 2 وبحط حدها 0 6 1s يعني 6 وهيك بيكون عندي بيصير عندي الـ expanded form يلي هي 20 plus 6 بيعطيني 26 اتفقنا؟ كمان رح ننتقل للرقم التالي ورح استعمل لون آخر 35 لأعرف الـ expanded form بحط خط بيناتهم 3 10s و 5 1s 3 10s يعني 30 و 5 1s يعني 5 الـ expanded form بتصير 30 plus 5 بيعطيني 35 expanded form هي 30 plus 5 بيعطيني 5 42 نفس الطريقة لأعرف how many tens و ones وأقدر أعرف الـ expanded form بحط الخط بيناتهم هيدي الجهة tens وهيدي الجهة الـ ones عندي 4 tens يعني 40 أو دايماً بتذكر إنه بجيب الأربعة لهون وبحط حدا صفر 4 tens يعني 40 و 2 ones يعني 2 40 plus 2 هي الـ expanded فورم تبع هيدا الرقم الرقم التالي 57 كمان بحاجة انه اقسم الرقم بالنص كأنه 5 10s and 7 1s 5 10s يعني 5 بزيد حد على اليمين 0 و 7 1s يعني 7 والإكسباندد فورم بيطلع 50 plus 7 تيعطيني 57 آخر رقم معنا إيه هو 69 كمان نفس الطريقة بدي أحط خط هون عندي 6 10s and 9 1s 6 10s يعني 60 بجيب الـ 6 لهون وبحط حدا 0 و 9 1s بخليها 9 بصير عندي 60 plus 9 بيعطيني 69 هيدا الـ expanded form تبع هيدا الرقم هيدا الـ expanded form تبع 57 هيدا الـ expanded form تبع الـ 42 وهيدا الـ expanded form تبع 35 وهيدا الـ expanded form تبع 26 وهيدا الـ expanded form تبع الـ 11 صرنا نعرف هيدا الطريقة السهلة كيف منقسم الرقم لقسمين وهيدي الميلة يعني هي التنز وهيدي الميلة هي الوانز التنز يعني منزيد حدا صفر والوانز بنخليها ومنحط بلس بيناتهم بصير عندي the expanded form أو الشكل الموسع
خليكن فإذا منتبهين معنا لأنه رح نتابع درسنا بفقرة جديدة. وهلأ رح نتابع سوا مع تمرين جديد على اللوح. تعلمنا قبل شوي كيف نلاقي الإكسباندد فورم. هلأ عنا الإكسباندد فورم وبدنا نلاقي الرقم، يعني عكس يلي الفكرة يلي شفناها قبل شوي. رح فرجيكن كيف على اللوح. سؤال بيقول fill in with the missing number. عندي هون الرقم اللي بدي لقيه هو 10 plus 5. الرقم اللي بدي لقيه هو 2 plus 4. 20 plus 4. الرقم اللي بدي لقيه هو 30 plus 7. الرقم اللي بدي لقيه هو 40 plus 9. هيدا الرقم اللي بدنا نلاقيه 50 plus 1. الرقم اللي بدنا نلاقيه هو 60 plus 9. ساعدوني هلأ لحتى نلاقي بالعكس. عنا الإكسباندد فورم الشكل الموسع تبع الرقم، بدنا نلاقي شو هو الرقم الأساسي. اتفقنا؟ خلينا نفكر فيهم سوا. 10 plus 5. 10 plus 5. هلأ أنا بدي أفكر شو هو الرقم أساساً. شو منعمل؟ نحن كنا إذا كان عندي رقم بقصه بالنص، بزيد هون صفر وبزيد هيدا على جنب. يعني إذا بدي شيل الصفر والبلاس بيطلع عندي الرقم الأساسي هو 15. مزبوط؟ كيف عرفت؟ لأنه 110 و5 ones. 110 و5 ones. ال 110 في يحط أنا 1 كأنه في 10 هون، and 5 ones بيطلع عندي 15. دايما فإذا كأنه عم شيل الصفر والساين يلي حطيتهم تحتى أعرف شو هو الرقم الأساسي. 20 plus 4. 20 plus 4 لحتى أعرف شو كان الرقم الأساسي. أول شي كمان 20، يعني أنا عندي لازم يكون في 2 هون، بشيل الصفر يلي كنت حطيته والبلس، وعندي 4 ones. الرقم بيطلع 24. أول مرة طلع 15، هون طلع عنا 24. بكمل 30 plus 7. نفس الطريقة، إذا أنا بدي أتذكر إنه 30 يعني 3 tens، 3 tens و 7 ones يعني 3 بحطها هون و 7 بحطها حدا، بيطلع الرقم هو أساساً 37. كأنه شلت الزيرو والبلس ساين تيصير عندي 3 و7 حد بعضهم. منتابع 40 plus 9. 40 plus 9 شو هو الرقم الأساسي؟ نحن عنا الإكسباندد فورم، بدنا نلاقي الرقم اللي قبل كان عنا إياه. فإذا 4 0 زائد 9 يعني 40 زائد 9. شو بعمل أنا؟ بجيب الأربعة لهون، يعني أنا عندي 4 tens كأنه and 9 ones. 4 tens and 9 ones بيطلع 49، كأنه شلت الصفر والبلس ساين تحت يصير عندي الجواب الصحيح. 40 plus 9 بيطلع عندي 49. وإذا بدكم تجربوها بالطريقة يلي تعلمناها من زمان، كيف منحسب منجمع منحط الأربعين براسنا وتسعة على أصابعنا، رح تلاقوا أنه مزبوط رح يطلع 49. اوكي، بس نحن هلا عم نتعلم طريقه جديده لنلاقي الرقم. 40 هي 4 tens و9 هي 9 ones. بنجيب بنشيل الصفر بنجيب ال4 لهون ونحط ال9 تحتها، بيطلع الجواب النهائي عنا 49. منكمل عنا 50 plus 1. 50 plus 1 50 يعني 5 tens. بجيب ال5 لهون، 1 يعني 1 1
بحط حده. 50 plus 1 بيطلع 51، كأنه حذفت الصفر والبلس ساين من بيناتهم، بحط ال 5 وحدا 1. كمان آخر رقم معنا هو 60 plus 9. 60 plus 9 يعني 60 هي 6 tens. إذا أنا عندي هون مكتوب 6 tens وهون 9 ones، صح؟ 6 tens يعني أنا جيب ال 6 لحالها بحطها هون وال 9 ones حدها بحطها هون، بصير عندي الجواب هو 69. هالمرة بالعكس مشينا، كان عندنا ال expanded form لقينا الرقم الأساسي. وهلأ من بعد ما تكتبون عندكم وتفهمون كتير منيح رح نتابع سوا بآخر فقرة بحصتنا. The expanded form of 11 is 10 plus 1. The expanded form of 22 is 20 plus 2. The expanded form of 45 is 40 plus 5. وصلنا سوا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. هيدي فقرة الأشغال اليدوية يلي فيها مع بعض بنعمل شي كتير بسيط لحتى نطبق الدرس اللي تعلمناه بخلال حصتنا. واليوم رح علمكن كيف ترسموا وجه، بس هيدا الوجه كمان رح يساعدنا إنه نطبق الأشياء اللي تعلمناها بالرياضيات. أول شي رح أرسم الوجه هون، ورح قص الوجه يلي رسمته على الكرتون اللي لونه أزرق. بدي أذكركم إنه تنتبهوا كتير منيح لأنه المقص بيأذيلنا إيدنا، فخلينا نطلب مساعدة حدا كبير يقص لنا الشي يلي رسمناه. كمان على الورقة الخضراء يلي أنا جهزتها هون رح أرسم قبعة إيهات لحتى نحط له إياها لهيدا الشخص. وهيدي القبعة كمان رح استخدم المقص لحتى قصها، ما بدي وصيكم تنتبهوا كتير منيح على إيديكم حتى ما تنقذوا. بس تحت القبعة هيدا الشخص الوجه بدي أعمل له شعراته. في عندي هون كرتون من لونين، البرتقالي والأحمر، Orange and Red، ورح استخدمهم حتى أعمل له شعراته. كل وحدة من هول الشعرات بتذكرني ب 10. تتذكروا نحن قلنا انه ال 1-10 فينا نعملها هيك خط عمودي واحد، والوحدات بنعمله النقطة. فكل وحدة من هول رح تكون على هيدي الجهة هي مثل كأنه 10 1-10. رح حط four tens. أكيد بتقصوهم بالأحجام اللي أنتوا بدكن إياها. صار عندي أربعة يلي هن four tens مثل ما تعلمنا من هيدي الجهة. هلأ رح تشوفوا كيف بصير. وكمان من الجهة الثانية رح يكون عندي الوانز، ونحن تعلمنا انه الوانز بنحطهم بنقط، فكرمال هيك رح حط انا هون
اثنين من هول الكبار بس رح حط عليهم النقط لحتى نعرف how many ones عنا. وهلأ رح حط القبعة وفرجيكم كيف. رح نطبق الدرس على هيدا الوجه يلي عم نعمله. هيدا الراس عنده شعرات وهودا الشعرات هن تنز 1 2 3 4 تنز. وهون رح حط انا 1 2 3 4 5 5 ones. اذا بتطلع بشوف انه الرقم هو اذا عندي 4 tens و 5 ones هو 45. هيدا الرقم. اوكي فاذا هيك بنكون طبقنا شو تعلمنا اليوم بحصتنا. اذا بدنا الاكسباندد فورم بنحط هون 4 0 plus 5. اما اذا بدنا العادي الرقم العادي يلي هو الاساسي فساعتها بنحط 4 وبنحط حدها 5 45. رح اكتبها هون حتى تتذكروا شو كان الرقم 45. كعملوا مثل هيدا الوجه مع الشعرات وتذكروا انه نحن فينا نعمل الاكسباندد فورم او العكس كمان. وهلا يا اصدقائي رح اترككم مع اغنيه حلوه كثير تستمعوا لها ومن بعدها بتكون خلصت حصتنا لليوم. انا بودعكم رح ارجع التقي فيكم بحصص جديده. انطروني وهلا رح لكم باي. Up numbers two or more equals the total or the sum. Adding 1 plus 1 equals to the sum. Adding 2 plus 2 equals 4 the sum. Adding 3 plus 3 equals 6 the sum. Adding 4 plus 4 equals 8 the sum. Adding 5 plus 5 equals 10 the sum. Adding up numbers, two or more, in all the total or the sum. Adding 6 plus 6 and the total is 12. Adding 7 plus 7, the total is 14. Adding 8 plus 8 and the total is 16. Adding 9 plus 9 and the total is 18. Adding 10 plus 10 and the total is 20. Adding up numbers, two or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, two or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, two or more, in all the total or the sum. Adding up numbers, two or more.